هذا البرنامج برعاية النهاردة كمان بيتم اعتماد مواصفات جديدة لطرود ومنتجات النحل من خلال نظام لتسجيل الخلايا ومتابعتها والتفتيش عليها من قبل وزارة الزراعة. اهتمام بمشروعات إنتاج النحل يعود بالنفع على الفلاحين والنحالين ويزيد الاستثمار. توسع لزيادة إنتاج صادرات النحل يخلق مجتمعات تنموية ويحافظ على البيئة وترشيد استهلاك المبيدات وزيادة الاقتصاد القومي. إنتاج العسل ينعكس على منتجات النحل الرئيسية اللي بتضم العسل وحبوب اللقاح والشمع وسم النحل وغذاء الملكات وغيرها. صناعة تربية العسل من المشروعات الزراعية الاقتصادية اللي بتعود بنفع على الدولة سواء اقتصاديا بيئيا صحيا. الدولة طبعا مهتمة جدا بصناعة العسل المصري وزيادة الصادرات. احنا النهاردة شايفين منظومة متكاملة لصناعة العسل المصري. احنا هنا بدأنا في محافظة الغربية من مناحل وحتى لمصنع الانتاج. بسم الله الرحمن الرحيم،
طبعا احنا اتكلمنا في الشق السابق عن تربية نحل العسل وانتاج العسل نفسه. موضوع تعبئة وتغليف وفلترة عسل النحل ده شق تاني منفصل تماما عن شق الانتاج، وبيشتغل فيه قطاع اخر غير قطاع التربية. يعني التربية بيشتغل فيها نحالين، لكن هنا الوضع مختلف، دي شركات وصناعات بتقوم على تربية نحل العسل. انت بدأت فتح البحيرة هنا في تصنيع العسل؟ بدايتي في النحالة، انا واخد المهنة وراسة، والدتي هي اللي علمتني النحل، جدي هو اللي علم والدتي ووالدي، والدتي وصلت معايا لفترة قريبة جدا لحين وفاتها الله يرحمها. بعدها توسعت في مشروع تربية نحل العسل، بعدها عملت مكان صغير جدا لتعبئة النحل، لتعبئة العسل نفسه، 80 متر أو حاجة صغيرة كده كانت موجودة وقتها، وده كان تشجيعيا من الأسرة والوالد. بعد ما تخرجت من الجامعة وبدأت أخذ المشروع كمشروع استثماري، بدأت أكبر في النحل إلى أن وصلنا لأكثر من 1500 خلية نحل النهاردة، وعملنا بقى مصنع تعبئة على أعلى مستوى من التطور. إحنا ترتبنا في بين الشركات المصدرة، إحنا تاني أكبر مصدر للعسل في مصر. مصر بتصدر 3000 طن من العسل، إحنا تاني أكبر مصدر فيهم. الموضوع ده ما بيجيش بسهولة، وأنا ما يعني مش بقول كده علشان الناس تواجه صعوبة، بالعكس، اللي عنده هدف بيوصل له، اللي عنده طموح وهدف بيوصل له، لكن مع العمل ومع الإصرار. إحنا مراحلنا هنا بالنسبة للعسل إيه؟ إحنا بنستلم العسل من النحال خام بدون فلترة، بنحلل عينات العسل اللي بتجيلنا، طالما هي مطابقة للمواصفات القياسية المصرية اللي بتنص عليها المواصفة وتنجح تحليل، بناخد العسل نحطه في أواني بلاستيكية للتخزين، تمام؟ بعد ما بنحطه للتخزين بتبدأ عملية أخرى، وهي عملية تعبئة العسل. افترضنا مثلا أنواع كتير جدا من العسل اللي موجود، كل مخزن من المخازن عندنا في نوع معين من أنواع العسل بكميات كويسة لا بأس به، بندفي العسل على درجة حرارة 40 أو 45، بعدها بيتم فلترته، والفلترة دي مش نزع حبوب اللقاح منه، ولكن هي نزع الشوائب وبعض المكونات اللي موجودة وبتيجي مع النحل في العسل نفسه. أساساً العسل مادة حافظة، فلا يتأثر بأي شائبة فيه، لذلك لو قعد سنتين ثلاثة حتى لو الشوائب موجودة منه، الشوائب الطبيعية اللي هي رجل نحلة، جناح نحلة، مش عارف ايه الكلام ده، لا يتأثر بكل هذا، لأن هو أصلاً مادة حافظة. فبعد الفلترة بيتم ضخ العسل أوتوماتيكياً إلى تنكات التعبئة أو مضخات التعبئة الآلية. بينزل العسل في المناضج، بيقعد من 3 ل 4 ايام. المنضج عندنا بيشيل حوالي 5000 كيلو للصنف الواحد. بعد كده بيتم سحب العسل اوتوماتيكيا بواسطه الماكينات للتعبئه. هل احنا بقى محتاجين التعبئه بالك 300 كيلو للتصدير، ولا حاجه صغيره 25 كيلو، ولا كيلو او نص كيلو، على حسب اتفاقاتنا مع العميل الخارجي او على حسب الماركت المصري اللي هو طلب المنتج هنعبيه ازاي. تطورنا اكتر من كده وبقى عندنا ماكينات بتعبي العسل باشكال مختلفة. عندنا ال 20 جرام اللي هي البورش بتاع الفنادق، وعندنا خط جديد او ماكينات جديدة وفكرة جديدة خلال جولتنا شفنا ماكينة انت قلت لي عليها، هي معلقة متهيألي، هي فكرة جديدة، هي الهاني سبون، والهاني سبون دي احنا اول ناس في مصر نشتغل فيها، هي معلقة العسل. احنا دلوقتي اتجاهنا استبدال السكر بالعسل، وده احنا وفرنا على ناس كتير جدا ان هي تجيب العسل وتاخد منه بالمعلقة، فاحنا عملنا معلقة مخصوصة فيها 7 جرام من العسل، تقدر تاخد المعلقة مباشرة وتفتحها وتقلب بيها اللبن، حلبة، الحاجات دي. احنا جاهزة مستوردين منين؟ من ايطاليا. ده لأول مرة في مصر؟ ده لأول مرة في مصر، وكمان الأجزاء الملامسة بيه بي تي من الدرجة 6 وبي تي من الدرجة 1، يعني مستوى غذائي على أعلى مستوى. إحنا النهاردة الجودة هي أساس المنتج عسل الأصيل، إحنا إزاي النهاردة نقدر ننافس حاجات جديدة للأسواق سواء محلي أو تصدير؟ إحنا بيقابلنا بعض الصعوبات دلوقتي في التصدير زي متبقيات المبيدات اللي هي في العسل.
ومش معنى متبقيات المبيدات، في حدود مسموحة لمتبقيات المبيدات، ولكن بعض النحالين المصريين عشان بيشتغلوا بعشوائية دون اتباع المعايير الرسمية اللي بتقول عليها وزارة الزراعة أو بيقول عليها الجمعيات والمتخصصين والخبراء إن إحنا نرجع للطبيعة في علاج نحل العسل، زي الفورميك أسيد، زي النباتات الطبية والعطرية اللي هي بتخلصنا من أفات كتير جدا، ده بيأثر علينا تصديريا وبيخلي في ثغرة ما بين التصدير ونوعيات الأعسال. إحنا بنمتلك نوعيات جيدة جدا من العسل في مصر، زي عسل الشمر واليانسون وحبة البركة والبردقوش وعسل السدر المصري، كل دي أعسال واعدة وبتصدر بكميات كويسة جدا. لكن إحنا وصيتنا كاتحادنا حالياً أو وصيتنا كمصدرين للنحال إنه يتبع المعايير الصحيحة علشان ما نوصلش لمنتج فيه أثر متبقي للمبيد. هو الحمد لله إحنا ماشيين كويس جدا، لكن في بعض الدول معاييرها قصوى، زي أمريكا، زي ألمانيا، زي بعض دول الاتحاد الأوروبي المعايير قصوى، فإحنا عايزين كمان نحقق المعايير دي، تمام؟ فدي بعض المشاكل اللي بتواجهنا أثناء عمليات التصدير. النهاردة إحنا المصنع كم خط إنتاج؟ إحنا عندنا 9 خطوط إنتاج شغالين عليهم، منهم 3 فول أوتوماتيك والباقي هاف أوتوماتيك. إحنا خططنا المستقبلية إيه؟ توسع هل في خطوط الإنتاج؟ توسع مثلاً في إنشاء مصانع جديدة مثلاً في محافظات أخرى؟ إحنا الخطة التوسعية الجديدة بتاعتنا إن إحنا نوسع المكان أكبر من كده شوية، ده رقم واحد، لأن الخطط المستقبلية فيها إنتاج أقوى من كده، فمحتاجين مكان أكبر من كده، فإحنا هنكبر المكان. لكن خططنا كشركة إن إحنا ننشئ فروع، وإحنا بالفعل بدأنا ننشئ، عملنا الفرع الأول في ولاية فلوريدا في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية في ميامي، هنبدأ الفرع الثالث في أكتر من بلد، زي اليابان، زي أماكن كتير جدا حول العالم، عشان إحنا نشيل دور الوسيط ونكون سفراء لمصر في تصدير العسل المصري في كل أنحاء العالم، وما نكونش بنصدر لعميل، إحنا بس عايزين نعمل حاجة تانية خالص اللي هي المنتج المصري يتعبى في مصر ويتباع باسم مصر في أماكن كتير حول العالم، ما يتباعش بلك وفي النهاية يكتب عليه صناعة دولة أخرى. احنا ازاي النهاردة بنكود المنتج الاصيل، او ازاي النهاردة نعرف ان المنتج الاصيل نزل مثلا المنفذ ونزل للمستهلك ما يكونش مثلا مغشوش؟ احنا طبعا دلوقتي في المرحلة الثالثة مع هيئة سلامة الغذاء المصرية، ودي عندها اشتراطات صارمة في 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 الغذاء، احنا الحمد لله بنتبعها، عندنا علامة الايزو 22000 2018 جودة وسلامة الغذاء، كل ده بيأهلنا ان احنا نحتل مركز مرموق جدا في السوق المصري. بنتبع طبعا الخطوات اللازمة، الباركود، احنا وجودنا في اماكن مميزة جدا في القاهرة، في اماكن كتير جدا، الرقابة اللي موجودة علينا من هيئة سلامة الغذاء ومن وزارة الصحة المصرية والإشراف الصحي الدوري اللي موجود عندنا اللي بيتم يوميا، ده بيضمن للمستهلك وصول اعلى قدر من الجوده في المنتج بتاعه. مسلسل لعبه نيوتن كان بيقول ان في ممكن تتحط اضافات مخدره للعسل عشان توصل للمستهلكين اكتر، انت رايك ايه؟ اي حاجه تضاف للعسل مخبريا او مع فحص المعمل بتظهر، لكن العسل من الاشياء الحيه التي لا تقبل شيء بداخلها، يعني ربما مثلا نخلط مثلا جينسنج او بوربوليس بالعسل، في النهايه بتلاقي المنتج اللي اتخلط طلع على الوش، لكن لازم يبان في العسل. الحاله الوحيده اللي هو يقبل فيها العسل الخلط هي غذاء الملكات ومنتجات خليه النحل لو اتعملت بطريقه خصوصيه. اما موضوع لعبه مسلسل لعبه نيوتن، هو ضرب من الخيال، العناصر المكونه للرحيق في الزهره تختلف تماما عن العناصر المكونه للثمره نفسها، فبالتالي ده اضافات، ولو اضافات فهي التحليل يطلعها، وده غش اصلا، مش حاجه طبيعيه، ولكن طبيعيا ده شيء مش صحيح بالمره يعني، تمام. عشان الناس ما تتعلقش بحاجه من الوهم. لزياده صادراتنا احنا محتاجين ايه الفتره اللي جايه؟ لزيادة صادراتنا من عسل النحل، ان احنا نوصل لاكتر من اللي احنا عليه دلوقتي، لابد من النحال يتبع الاجراءات الطبيعية والسليمة في المكافحة،
لازم يكون عندنا وقت لمكافحة الآفات جماعي وطبيعي، نبتعد عن المبيدات، نبتعد عن الكيماويات. وزارة الزراعة يكون لها دور في ترشيد استهلاك المبيد نفسه. لازم يكون عندنا أدوية لنحل العسل، مش كيمائي، أدوية بتعالج الأمراض طبيعية. وإحنا عندنا علماء وعاملين أبحاث على حاجات كتير جدا، وهي طي الأدراج دي ممكن تطلع ويشتغل، والدنيا هتبقى أحسن بكتير جدا. وفي النهاية هنوصل لموضوع عسل أورجانيك أو طبيعي على الأقل، وده أحد عوامل زيادة الصادرات. الحاجة التانية إن إحنا نوصل بمستوى النحل بتاعنا من 2 مليون خلية نحل لأكتر من 4 مليون خلية نحل. وعندنا زي ما إحنا شايفين استصلاح المليون، الدولة شغالة جاهدة في استصلاح المليون ونص فدان. ده مسار جديد للنحالة المصرية، وإحنا بالفعل رحنا مع الريف المصري وزورنا الأماكن الجديدة، وهم هيزرعوا تقريباً نباتات زيتية جديدة زي عباد الشمس، هتكون مسار جديد للنحالة المصرية، وهتفتح أفاق جديد ومنتجات جديدة نقدر نصدرها ونزود إنتاجنا من خلالها. أخيراً رسالتك توجهها لمين؟ رسالتي ليا رسالتين. رسالة للنحال إن هو يتبع التعليمات الصحيحة في الإنتاج والتعبئة، كن سفيراً لبلدك. هو النحال يكون سفير لنفسه، إنه يرتقي بكل شيء عنده، يجدد ويعدل خلاياه، يتبع الأسلوب الصحيح في التربية، يتعلم الأساليب النحلية الحديثة، يتعلم إزاي يفرز العسل بالأساليب الصحيحة والمتقدمة. اسأل، إحنا موجودين، وزارة الزراعة موجودة، محدش بيبخل على حد، لكن لابد إن إحنا نتطور. الرسالة الثانية لوزارة الزراعة، قطاع نحل العسل قطاع واعد. أنا عارف إن وزارة الزراعة بدأت تهتم وتبص وتصدر تراخيص للقطاع، لكن إحنا إمكانياتنا أكبر، ونقدر ناخد أو نقدر ننافس عالميا بمستوى جيد. ساعدونا في المبيدات اللي الفلاحين بيرشوها أو المزارعين بيرشوها من حقهم، لكن بالتعاون مع النحالين يكون في ثقافة ما بين المزارع والنحال. المبيدات دي خطر جدا 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 على قطاع تربية نحل العسل، بيفقد مننا قطاع كبير جدا من النحل كل سنة بسبب المبيدات. الأمراض اللي موجودة عندنا سيان أيا كانت كبيرة أو صغيرة، عايزين ليها أدوية مصرح بيها من وزارة الزراعة المصرية، علشان النحالين ما تلجأش للي غير مصرح بيه. فلابد من نظرة إلى قطاع تربية نحل العسل. أنا عارف إن الوزارة شغالة وبتعمل جاهدة ما بوسعها، لكن إحنا متطلباتنا كتير، وإحنا عشان إحنا قطاع واعد فبنطالب ب ب ب ب ب وهل من مزيد؟ هدفنا إنتاج منتجات بمواصفات قياسية عالمية تغزو الأسواق الدولية، ويكون الهدف الرئيسي من المشروع الاستفادة بمصانع العسل، خاصة لارتباط صناعة النحل بتطبيق الممارسات الجيدة في الصادرات الزراعية. الأيادي المصرية لصناعة عسل النحل، الأستاذ إبراهيم عاطف مدير الإنتاج بمصنع الأصيل، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضركم. إحنا البداية لتصنيع العسل بتبدأ إزاي هنا؟ أول مرحلة إن إحنا بنبدأ ناخد عينات عشوائية من نحال، بيبدأ يوردها لنا في التاريخ في الموسم بتاعه، تمام، ونبدأ نحللها ونفحصها، تمام، ونطبق للمواصفات نبدأ نقبلها، تمام، نبدأ نديله أول مرحلة أبوات يستلم فيها العسل مطابقة للمواصفات الصحية، تمام، وتبدأ عندنا أول مرحلة الاستلام، تمام. أول حاجة أول ما النحال بيجيب العسل أو اللي هو الإنتاج بتاعه يبدأ منه ياخد عينة عشوائية تاني وتبقى مطابقة للعينة المماثلة اللي عندي ولا لأ. مطابقة خلاص بنبدأ نستلمها، بنبدأ نخش المخازن نشوف اللي هيدي تخزين إيه، التجهيز إيه، ونبدأ نشتغل على الوضع ده، تمام. مش مطابقة بتترفض وبترجع تاني، دي أول مرحلة، تمام. تبدأ بقى كده تخش موضوع التجهيز. أول حاجة في التجهيز نزع الرطوبة، تمام، وبعد كده تخش على التدفئة بسيط، وبعد كده تخش مرحلة الفلاتر كده تنضخ للتنكات التخزين التعبئة، تمام، ونبدأ بقى مرحلة التعبئة من جديد بقى كده، تتشكل عبوات كيلوات أنصاص، شغل التصدير يشتغل حسب مراحل هو شغال فيه، حسب النوع اللي جاي.
النهارده كمدير انتاج انت النهارده العبوه دي بتتكود ازاي؟ اول حاجه اول نشوف العبوه، طبقا المواصفات بتاعتي كانت تستخدم استخدام الادمي وتبقى صالحه للاستهلاك، نبدا نطلعها ونعبيها ونكرتنها ونشتغل عليها. بالنسبه للمستهلك النهارده في عبوات معينه، يعني مثلا اخد عبوه صغيره او عبوه كبيره حسب استهلاكه، ما اقدرش احدد له هياخد عبوه ايه. انا عندي كل من اول ربع كيلو 800 جرام، نص كيلو، كيلو، 1020 جرام، كيلو ونص، كل حاجه موجوده عندي متاحه حسب استهلاكه اليومي هو بيبدا يشتغل عليه. احنا النهارده كمتخصص في انتاج العسل، احنا النهارده بنعرف ازاي المغشوش من السليم؟ والله هو بص، في طرق كتير جدا كلها تقليديه مش علميه اطلاقا، تمام؟ يعني زي عود الكبريت والميه والطبق وكام ده، كل ده يعني ايه تقليدي مش علمي. دلوقتي لازم انا اتاكد بنفسي، انا راجل باكل عسل طبيعي ومن صغري ابقى عارف طعم العسل الطبيعي شكله ايه والمصنع شكله ايه. المنتجات اللي عندنا العسل هنا ايه؟ انواع العسل يجي 12 نوع او 13 نوع اكتر، تمام؟ عندنا نوار البرسيم، عندنا الموالح، عندنا حبه البركه، عندنا البردقوش، عندنا الاعشاب، الزهور البريه، الصحراوي، الزعتر البري، المورينجا، السدر الجبل المصري، تمام؟ وعندنا في اوقات بينسون، قراويه، شمر، كل انواع موجوده حاسه شمع العسل. المهندس محمد عبد الله المشرف لعمال بمصنع الاصيل. مرحبا يا باشمهندس، سلام. احنا هنا في خط انتاج، عرفنا بقى الخط الانتاج ده نظامه ايه، الاله اللي بنستخدمها للتعبئه؟ دي مكنه ايطالي، خط انتاج نص الي، تمام؟ بتجيب العسل نحطه في البرطمانات وبدون اي ملامسه باليد. فبنغطي زي ما انت حضرتك شايف كده، بنعبي زي ما انت شايف وبنغطي بايدينا، مفيش اي ملامسه للعسل، تمام؟ فبيطلع خط الانتاج زي ما انت شايف، بنعبي مثلا طن 2 طن زي ما هي عايزه، بتبرمجها وتعبي لك الكميه اللي انت عايزها. بالنسبه للتنكات اللي هنا اللي شايفينها ورا دي اهميتها ايه بقى؟ في كل تنك من دوله فيه نوع من العسل، في عسل بردقوش، في عسل موالح، في عسل وزاره، في عسل بحري، في حبه البركه، جميع انواع العسل في كل تنك بيشيل له 5 طن عسل. احنا كبدايه للعمل بيبدا ازاي اليوم اليوم اليومي؟ اليوم هنا بيبدا من الساعه 8 ونص عمل، بناخد بريك ساعه، بننصرف الساعه 6، يعني حوالي 8 ساعات شغل. زي ما عودناكم احنا هنرد على جميع استفساراتكم. احنا النهارده كنا في جوله في محافظه الغربيه مركز الصنطه، هنشوف مراحل تصنيع عسل النحل. شفنا كتير من الناس اللي بتسال عن تبسيط الاجراءات. احنا دلوقتي معانا تاني الدكتور هاني كمال، مسؤول التراخيص بقطاع الثروه الحيوانيه والدنيه. الناس عايزه تسهيلات اكتر، بتواجه مشاكل في التراخيص، هنعمل ايه؟ والله يا فندم احنا لما قعدنا مع المربين وطلبوا التيسيرات ففعلا الوزاره استجابت ليهم، فزي ما قلنا قبل كده ان احنا ورقه واحده بس اللي بيجهزها المربي، ان هو بيروح للجمعيه الزراعيه بيجيب افاده منها ان هو عنده منحل، وبيتقدم بطلب لاقرب اداره زراعيه للمنحل، وفعلا وفورا بيتم تشكيل لجنه ثلاثيه بتنزل تعمل له محضر المعاينه اللازم على الطبيعه، وتبعته لنا الوزاره في خلال 15 يوم بيكون الترخيص التشغيل صدر. وفي نفس الوقت لو اي مربي
واجهته صعوبة أو واجهته شكوى فورا يتقدم لقسم الإنتاج الحيواني في مديرية الزراعة أو في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجاجة بوزارة الزراعة. إحنا عايزين تكليف من حضرتك أو تجديد لجميع الإدارات اللي في مديريات الزراعة بالجمهورية إن هي تتابع موضوع تراخيص صناعة العسل. هو فعلا في توجيهات مشددة من معالي نائب وزير الزراعة ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بسرعة تنفيذ المعاينات المطلوبة والتيسير على المربين وعلى متقدمين الحصول على الترخيص. وزي ما قلنا في حالة وجود أي معوقات تقابل المربي أو طالب الترخيص فورا يتوجه لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجاجة بالوزارة ويتم تشكيل لجنة مركزية من الوزارة بتنزل له لغاية المنحة اللي عنده بعربية الوزارة فيها عضو من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجاجة وكمان عضو من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والعضو الثالث مفوض عن قسم بحوث النحل بمركز بحوث الزراعية. بيتم عمل المحضر على الطبيعة وخلال 48 ساعة بيكون تم إصدار ترخيص التشغيل المطلوب. عايزين برضو تواصل بالنسبة للناس اللي عايزة تعمل تراخيص. في رقم واتساب خاص بالقطاع هجيبه لحضرتك وهدوا لك تعرضه على الشاشة بحيث ان اي مربي للنحل محتاج ترخيص تشغيل واجهته اي صعوبة فورا يتصل وفورا بيتم تشكيل لجنة مركزية من الوزارة وتنزل له تعمل معاينة وخلال 48 ساعة بيكون حصل على ترخيص تشغيل. ونقول ان الاجراءات بسيطة ما عليك فقط لانك تتقدم بطلب للحصول على الترخيص ومعاك افادة من الجمعية الزراعية. بدون اي اجراءات وبدون اي تعقيدات والاجراءات بسيطه ونشجع كل المربين ان هو يتوجه فورا للحصول على ترخيص تشغيل ويشتغل تحت مظله واشراف وزاره الزراعه ودي بتدي ثقه للمستهلك في المنتج بتاعه لما بيحط ستيكر على العبوه بتاعته بيقول ان هو تحت اشراف وزاره الزراعه ده بيدي ثقه للمستهلك في المنتج وبيزود الاقبال على العسل بتاعه. كانت آخر رحلتنا النهاردة لفريق برنامج الثمرة، بدأناها بزيارة خاصة لمناحل تربية النحل وبعد كده كملنا رحلتنا لمراحل إنتاج العسل بمحافظة الغربية مركز الصنطة وشفنا إزاي النهاردة صناعة العسل بتطبق جميع التقنيات الحديثة والجودة والمواصفات. انتظرونا في حلقة جديدة مع فريق برنامج الثمرة. تجها يبرق في كل شارع ده المصر دايما فنان وبارع قادر يوفر قوتنا وزادنا
أسواقنا مالية، مشارعنا ضخمة ومكاسبها غالية، حالفين هنكتب قصة نجاح. هذا البرنامج برعاية